مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. مشكلة بيعاني منها كل الفئات وهي الكسل أو التعب المستمر. زمان كان اللي بيشتكي منها مقتصر بس على الكبار، كبار السن. دلوقتي بقينا بنسمع كمان الشكوى من أمهات وأطفال وطلاب وحتى الرياضيين. بيجي عليهم كده فترة يتعبوا، يحسوا تعب مستمر. طيب إيه الأسباب؟ وهل نكتفي بالأكل الصحي ولا لأ؟ وهل المكملات الغذائية ضرورة للأطفال؟ طيب هتجاوبنا طبعا على كل ده ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتور دينا ابو سعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. دندون اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا عزيزه، منورانا بجد. حبيبتي بنورك يا قلبي. حبيبه قلبي حبيبتي. طبعا الموضوع جميل، وطبعا كل مره بيبقى فيه اضافه جميله تفتح لنا كده السكه لحاجات ما بنبقاش واخدين بالنا منها. فالكلام بيجيب بعضه بنكتشف بجد حاجات حلوه جدا وحاجات مهمه بنقع فيها، سواء اخطاء أو حاجات إيجابية ندعمها بشكل أقوى الفترة دي. طبعا الفكرة هي ما بقتش مقتصرة بقى على كبار السن ولا حاجة، احنا أصبحنا كبار السن من دلوقتي من كتر الإجهاد والحياة بقت واخدة شكل مختلف روتيني، بس بقى سريع قوي وما بقيناش فيه الراحة بتاعت زمان، وما بقتش الأشغال زي زمان اللي هي فيها الوقت للساعة 3 أو 4 الموظف أو الأب بيرجع يبقى متواجد في بيته طول الوقت، ففي وقت للراحه ووقت للفن ان احنا نخرج او نتزاور او فاصبح الروتين سريع. فالناس اللي بتشتغل بالليل بتنام بالنهار، والناس اللي بتشتغل بالنهار يعني ما بتلحقش تنام بالليل، بيبقى عندها حاجات تانية فبترجع متاخر، فبقينا في الحياه دي. طبعا. طيب ما بقناش ناكل اكل صحي، يمكن بنحاول نحافظ على طبق السلطه، على بعض الحاجات اللي احنا ما نلجالهاش في زيوت و يبقى طريقه الطهي شويه صحيه الى حد كبير، وده اللي انا بحاول حقيقه افعله من البرنامج عشان اساعد مع المكملات الغذائيه اللي دايما بتكلمينا عن انواع فيها محترمه تدعمنا، اسعارها مناسبه لكل الناس. فخلينا نتكلم بقى على فكره الدعم، الاحساس الخمول والتعب وده، قولي لنا بقى، ما هو بيبقى ليه اسباب كتيره مش طبعاً بس نقص مكملات غذائيه طبعاً. لكن كلمينا عنه بصفه عامه الاول يا دندون. موضوع التعب والخمول يا عظيمه ليه اسباب كتيره جدا، من اهم الاسباب اكيد سوء التغذيه، يعني ده سبب رئيسي سوء التغذيه. وزي ما قلت ان على طول بنبقى بره فبنستسهل وناكل اكل من بره كله دهون غير صحيه، زيوت غير صحيه، مقليات، كل الحاجات دي بتؤدي الى كسل وخمول. كمية السكريات والحلويات اللي بناكلها انتيك يومي ده بيؤدي إلى كسل وخمول. وفي حاجات تانية، يعني في مشاكل صحية بتؤدي إلى كسل وخمول، زي مشاكل القلب، زي مشاكل الكلى، زي مشاكل الكبد، زي مشاكل الغدة الدرقية. كل الحاجات دي بتؤدي إلى كسل وخمول. وضعف المناعة بيؤدي إلى كسل وخمول، لو كل شوية يجيلي انفلونزا أو برد ده برضو بيؤدي إلى كسل وخمول. مع المشاكل النفسيه برضو بتؤدي الى كسل وخمول، عشان كده بقول لازم ندعم جدا صحتنا النفسيه. من اهم الفيتامينات المهمه جدا لدعم الطاقه هو فيتامين بي كومبلكس، كل عائله فيتامين بي، مش بس الثيامين، مش بس الرايبوفلافين، البيوتين والفوليك اسيد والكوبالامين اللي بينتج لي كرات دم حمراء، كل عائله فيتامين بي كومبلكس مهمه جدا لدعم الطاقه. احنا كلنا لازم نعرف ندير طاقتنا. مش معقوله، يعني زي ما قلتي ان السن الكبير ده اللي بيبقى طاقته قليله. انا يعني الواحد بقى يشوف دلوقتي طلاب في جامعات واصغر، والله اصغر اطفال من رابعه ابتدائي وانت طالعه بالظبط. لا انا لازم اعرف ادعم طاقتي. وانس ان الست او الراجل عرفوا يدعموا طاقتهم مودهم هيبقى احسن، الصحه النفسيه احسن. ومهم كمان مع الب مالتي فيت اللي هتكلم عليه ان احنا نعمل شويه رياضه مع الاكل الصحي. نشرب ميه كويس جدا عشان ما نعرضش جسمنا للجفاف، الجفاف هيخلي يبقى في عدم طاقه. ندعم مناعتنا بفيتامين سي وبزنك، ده بيعلي لي الطاقه بتاعتي. طبعا هندعم مناعتي ازاي؟ وهندعم قوه التركيز ازاي؟ والطلاب اللي عندهم امتحانات يركزوا معايا. هندعم كل الحاجات دي ازاي؟ بألب مالتي فيت، او الاسم العلمي بتاعه اي ال بي مالتي فيت. الصوره واضحه على الشاشه،
ما عنديش بديل. ده شكل العلبة، أكيد أعتقد السادة المشاهدين حفظوا شكل العلبة، أو اللي مش حفظوا يصوروا عشان لما نروح الصيدلية نسأل عنه. ما عنديش بديل. قلب مالتي فيت رائع، في زي ما احنا شايفين يا عظيمه المكونات بالتركيز، المكونات بتاعته بقى زنك، عندي اعلى تركيز في الزنك، وده اللي بيميز الفا مالتي فيت. زنك يعني مناعه، يعني شعر، جمال شعر، يعني جمال بشره، يعني كل الوظائف الحيويه، وقصاده نحاس طبعا. عندي فيتامين ه اللي هو فيتامين اي 13.5، ده اقوى مضاد اكسده في العالم، فيتامين اي. مهم قوي ان انا ادعم الانتي اوكسيد، ادعم ان انا جسمي بيتاكسد. الاكسده يعني تلف في الخلايا، يعني تعجيز الخلايا، يعني شيخوخه في البشره، فلازم ادعم بالانتي اوكسيد اللي هو فيتامين اي. عندي فيتامين ب الكومبلكس جميعها، من 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12، زي ما احنا شايفين ثالث بوينت غني بمجموعه فيتامين ب الكامله، بالاضافه الى الفوليك اسيد لزياده الطاقه وتحسين التمثيل الغذائي وتكوين خلايا الدم بشكل صحي، لانه فيه كوبالامين. طيب ايه تاني بيميز الفا مالتي فيت؟ انه يحتوي على مزيج من الزنك والنحاس. عشان كده بقول الساده المشاهدين اللي ماشيين على مالتي فيتامين اخر فيه زنك بس على المدى الطويل مش حلو، لان لازم يبقى فيه نحاس عشان يشغله. فالاثنين زنك مع نحاس يعني مناعه، يعني طاقه، يعني ذكوره، يعني شعر، يعني جمال شعر وجمال بشره. هي بيجمع بين الزنك والبيوتين، البيوتين فيتامين بي 7 والنياسين برضو من عائله فيتامين بي والنحاس، يدعم صحه الجلد والشعر والاظافر. اعتقد ان الصفحه الشكل اللي احنا الصوره دي ده المميزات بتاعت الب مالتي فيت عن بقيه المكملات الغذائيه اللي موجوده في الماركت. بلس لا وبلس السعر. ايوه طبعا سعره بجد مناسب لكل الفئات، ودي بصراحه حاجه تهمني وتهم ناس كتير من المشاهدين. طبعا لانه يقدر يستمر عليه. ما هو الفكره مش ان انا اجيبه مره، الفكره في الاستمراريه، صح كده؟ الفيتامين مهم قوي ان انا استمر عليه، لان بقول طاقه وبقول مناعه وبقول صحه شعر وصحه بشره. الفيتامينز الجسم محتاج فيتامينات ديلي كل يوم. لو وقفت الفيتامينز، يعني اخدت علبه ووقفت بقى بالثلاث اربع شهور، هرجع تاني الخمول والكسل، ما دام انا كمان مش مركزه في اكلي كويس، الاكل الصحي. الب مالتي فيت رائع، واتس ديلي روتين، تركيزاته حلوه جدا، ما خافش من التركيزات بتاعت الفيتامينات. الكالسيوم موجود 70 ملي جرام، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، فده بيديني امان وبيدي الساده المشاهدين امان ان احنا كلنا نقدر نستخدمه، وانه ما فيهوش اي اعراض جانبيه وما فيهوش خطوره اطلاقا. طيب احنا